في الصف الأول الثانوي، يا مرحب بيكم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في منهج العلوم المتكاملة، وإن شاء الله نشرح كل المنهج ومعاك، وإن شاء الله يكون بقى أبسط الطرق اللي توصل لك المعلومة. هنبدأ اللي هو المحور الأولاني اللي هو استدامة الحياة في النظم البيئية. طبعا استدامة الحياة في النظم البيئية من منظور التكامل العلمي، هندرس مع بعض اللي هو التوازن البيئي ودور الإنسان واستدامة الحياة المائية. طبعا مهمة جدا الحياة المائية، واحنا عرفنا ان البحار والمحيطات موجودة والمياه العذبة، وعرفنا الغلاف المائي اللي بيشكل طبعا 70% من سطح الأرض. الغلاف المائي مهم جدا للحياة المائية، واحنا خدنا مع بعض يا شباب ان في المية بتغطي 70% من سطح الكرة الارضية، وطبعا في 97% من المية مياه محيطات وبحيرات ملحية، ودي مية مالحة، و3% مية عذبة طبعا اللي هي مياه عذبة سائلة، و2% ثلاجات قطبية وانهار جليدية، 2% اللي هي دي تعتبر انهار جليدية. المهم لازم نعرف ان ايه في تأثير للانشطة البشرية على النظم البيئية، زي الانسان بيعمل ما يعرف بالصيد الجائر. يعني ايه صيد جائر؟ يعني صيد الحيوانات او الاسماك بمعدل يفوق تكاثرها، طيب، او حدوث تلوث، والتلوث دوت برضو بيأثر على التوازن البيئي. طيب الأنشطة البشرية دي اللي بتتعمل تؤدي لتغيرات في التوازن المائي. طيب ايه الاستراتيجية، ايه الطريقة لحماية واستدامة واستمرار هذه النظم؟ اهم حاجة اهمية التوازن البيئي في النظم دي، واحنا شايفين الرسمة قدامنا ان في كفتين، والكفتين دول ان في ميزان لازم انا احافظ عليه، ولكي تستمر التوازن في النظم البيئية. التوازن البيئي دايما يكون في حالة استقرار ديناميكي، طبعا بيحدث عند تفاعل الحياة في هذه النظم البيئية، وبتحفظ استمرارية الحياة، ويتضمن الحفاظ على توازن العناصر الغذائية في النظام البيئي وتنوع الكائنات الحية. طالما في عناصر غذائية بيستهلكها الكائن الحي، طبعا لازم نشوف توازن هذه العناصر الغذائية. زي مثلا اهم عنصرين، العنصر الاولاني النيتروجين اللي هو بيدخل في البروتين وتكوين بروتين النبات والطحالب والكائنات المائية، وعنصر اخر الفسفور، وهو يعتبر برضو عنصر مغذي وبيدخل في المركبات الناقلة للطاقة. فمن الضروري وجود العنصرين دول اللي بيعرفوا بالمغذيات وتكوين البروتين داخل خلايا النبات، فهتكتر النباتات والطحالب. وطالما بتكتر النباتات والطحالب دول اللي بيمثلوا قاعدة الهرم البحري، هي بداية السلسلة الغذائية. وإذا زادت كمية هذه العناصر يؤدي لازدهار غير طبيعي للطحالب واستمرار السلسلة الغذائية. لابد أن نعرف أن إيه التوازن بين الكائنات الحية مهم جدا طبعا في الأنظمة المائية، لأن في تفاعل بيحصل بين كل نوع من الأنواع والكائنات الأخرى. يعني في فرائس وفي مفترسات، ومفروض يوجد أسماك مفترسة في النظام البيئي يساهم ذلك في الحفاظ على توازن الأعداد بتاع الفرائس. وبالتالي البيئة البحرية بتحتوي على أنواع مختلفة من الأسماك. إذا تراجع أعداد المفترس طبعا هيزداد أعداد أسماك الفرائس بأعداد كبيرة. لابد خد بالك ان في توازن بين الاتنين، بين الفرائس وبين المفترسات، تمام. فلو احنا دلوقتي اختفى اللي هو المفترس، هتزيد الفرائس، تمام، ويزيد عدد الاسماك الصغيرة بشكل مفرط، يعني بشكل كبير، بشكل اعداد كبيرة، فيؤدي لاستهلاك الموارد الغذائية بشكل غير متوازن، وفي طبعا هيحصل اضطراب في النظام البيئي. يبقى كده بنستفاد ايه؟
بنستفاد ان لابد يكون في توازن بين الكائنات الحية وبعضيها. ماشي، لو تراجعت اعداد الاسماك المفترسة يزداد اعداد الاسماك الصغيرة بشكل مفرط. المفترس طبعا بسبب الصيد المفرط او الصيد الجائر يقل، هيزيد الايه؟ هتزيد الفرائس اللي هي منها الاسماك الصغيرة، فبالتالي ده يعمل استهلاك للمواد الغذائية. انا عاوز التوازن يكون طبيعي بين الاتنين. طيب تعال نشوف رقم 3، التدفق بتاع الطاقة. هو مين اللي هو مصدر الطاقة في النظام البحري؟ مصدر الطاقة في النظام البحري اللي هي طاقة الشمس. يبقى الشمس هي مصدر الطاقة في النظام البحري. الشمس بتنزل، بيبتدي يستفاد منها التدفق بتاعها، يستفاد منها الضوء الطحالب والنباتات، واحنا خدنا قبل كده الضوء المرئي. فبالتالي هو في مدى معين من الضوء بين 400 ل 700 نانومتر هيبتدي يستفاد منه النباتات اللي هي والهائمات النباتية، ويحصل بناء ضوئي. البناء الضوئي دوت يفيد طبعا اللي هي باقي السلسلة الغذائية، لان هذه الكائنات الطحالب والنبات يعتبر هو قاعدة الاساس، اللي هو حجر الاساس في عملية اللي ايه في سلسلة الغذاء البحرية، وهو الاساس في عملية البناء الضوئي، لان هو اللي ممكن من خلال خلايا معينة عنده طبعا امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها لطاقة كيميائية، وبالتالي هيستفاد الاسماك اكل العشب، وهيستفاد المفترس. هذا التدفق بيحصل بشكل طبيعي، بينظم اعداد الكائنات في كل مستوى من مستويات السلسله الغذائيه، لان في طبعا السلسله بتنقسم الى منتج ومستهلك ومحلل. في كل مستوى في توازن. اذا كانت الاسماك الصغيره بتتغذى على العوالق الحيوانيه، لو استهلكت بكميات كبيره من الاسماك المفترسه هتقل الاسماك الصغيره، فبالتالي يؤدي ذلك الى زياده اعداد العوالق الحيوانيه اللي كانت بتتغذى عليها، وبالتالي هتؤثر على نمو الطحالب، لان هي كانت بتبتدي تتغذى، هي اللي هي العوالق الحيوانيه بتتغذى على العوالق النباتيه، وبالتالي يؤدي ذلك الى عدم الحفاظ على التوازن اللي في النظام البيئي البحري. التوازن يا شباب مهم جدا في النظم البيئيه، زي ما احنا شايفين في الرسمه، في ما يعرف باسم الشعاب المرجانية اللي احنا خدناها قبل كده بتنمو في مياه دافئة. والنظام البيئي البحري بيبتدي يوفر الشعاب موطن لعدد من الكائنات. يبقى الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري، الشعاب دي موطن لعدد من الكائنات، واحنا خدنا قبل كده الطحالب اللي هي توجد مع الشعاب وبتعمل عملية بناء ضوئي وبتوفر الغذاء للشعاب المرجانية. تساعد الأسماك المفترسة في الحفاظ على توازن الشعاب المرجانية عن طريق السيطرة على أعداد الكائنات الصغيرة زي جنافذ البحر اللي يمكن أن تدمر الشعاب إذا زاد أعدادها بشكل طبيعي. يبقى مهم جدا الشعاب تستمر في النظام البيئي البحري عن طريق السيطرة على أعداد الكائنات الصغيرة مثل قنافذ البحر اللي يمكن ان تدمر هذه الشعاب اذا زادت الاعداد بتاعتها. طيب اكيد في انشطة بشرية، ودي الاخطر على النظام اللي الحياة المائية. لو فكرنا مع بعض ازاي الانشطة البشرية بتؤثر في الحياة المائية، لو بصينا على التلوث، طبعا اخطر حاجة التلوث، زي المبيدات الحشرية اللي استخدمها الإنسان طبعا بإفراط، وفي معادن ثقيلة بتطلع من مياه المصانع، كل ده بيأثر على النظام البيئي البحري وبيحصل تلوث. تمام كده اهوت، وبالتالي اللي ايه المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة تروح للمية، تؤثر على جودة المية رقم واحد، تضر بصحة الكائن الحي. يبقى رقم واحد هتأثر على جودة المية، تاني حاجة هتأثر على صحة الكائن الحي، تاني حاجة أنشطة بشرية بيقوم بها البشر الصيد الجائر، وهو صيد الحيوانات بمعدل يفوق تكاثرها، فبالتالي يؤدي إلى انخفاض بعض الأنواع المرغوبة للإنسان، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي. طبعا بندمر البيئة تدمير كامل،
طبعا لو احنا تم التدمير المواطن الطبيعي للشعاب المرجانية وطبعا المستنقعات بسبب يسبب طبعا ذلك فقد في التنوع البيولوجي. يعني ايه التنوع؟ يعني الاختلاف بين الكائنات الحية وبعضيها. التدمير البيئي يدمر المواطن الطبيعية، بده برضو الانسان بيبتدي يعمل انشطة، الأنشطة دي بتدمر المواطن الطبيعي للشعاب المرجانية والمستنقعات، وبالتالي هيحصل فقد ببعض الكائنات، وبالتالي يحصل فقد في التنوع البيولوجي، الاختلافات والتنوع اللي هو أكتر من كائنات هتختفي. طيب إيه بقى دور الإنسان في الحفاظ على هذا التوازن اللي في المية؟ الإنسان عامل مؤثر بطريقة كبيرة، سواء كان التأثير إيجابي أو تأثير سلبي، فلازم يتحمل المسؤولية الإنسان ويحافظ على التوازن البيئي في إجراءات يقوم بها الإنسان عشان نقلل الآثار الضارة السلبية على التوازن البيئي المائي. إيه هي الأدوار دي؟ أحافظ على الموارد الطبيعية، يجب الإنسان يتعامل بحذر مع الموارد الطبيعية زي المية، يعتبر مورد طبيعي، الغابات، التربة، الحياة البحرية أو الحياة البرية بما فيها من كائنات وتنوع، وبالتالي ده بيضمن إيه؟ بيضمن إن أنا أحافظ على الموارد هذه واستدامة هذه الحياة المائية وتجنب التلوث والإسراف. رقم 2، التوعية والتثقيف البيئي. خلي بالك، يجب على الإنسان أن يتعلم ويفهم أفعاله بتأثر على البيئة، وفي أنشطة بيقوم بها الإنسان لازم أعمل له تثقيف وتوعية، ودي أهم حاجة ممكن أعملها، وحملات إعلامية وورش عمل، وإن أنا أتعلم من خلال المدارس إزاي أحافظ على هذا التوازن البيئي. هوصل من كده لتنمية مستدامة. استمرار التنمية ويتطلب الحفاظ على التوازن البيئي نماذج معينة للتنمية المستدامة تلبي احتياجات طبعا الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال اللي هي تيجي في المستقبل. فيجب السعي لتطوير واستخدام ما يعرف باسم التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وعزز الزراعة، وعزز الاستدامة الاستمرارية في القطاعات الصناعية والعمرانية. كل ده مهم طبعا، مهم. هشارك الإنسان هيشارك طبعا في السياسة البيئية، السياسة العامة للبيئة. لابد الإنسان يكون فعال ويصنع قرارات إيجابية، والمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات البيئية، وأدخل في حوارات ومنتديات عامة، وشارك في المنظومة البيئية، تمام. والضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات قوية لحماية البيئة. طبعا لازم في رقم 5، التحول عن إلى ممارسات تعرف بممارسات صديقة للبيئة. يعني إيه؟ تكون مفيهاش تلوث، يتخذ خطوات في حياته للمحافظة على بالتالي ايه يبتدي الانسان يقلل استهلاك المية، زي طرق معينة ممكن تستخدم في ترشيد المياه زي الري بالرش او الري بالتنقيط، فرز النفايات وعدم القائها طبعا في المية، واستخدام وسائل النقل العامة او الدراجات في التنقل عشان اقلل من حدة التلوث والغازات المنبعثة اللي بتضر البيئة. كل ده مهم. خلاص، يمكن طبعا لازم اعرف ان نهر النيل هو شريان الحياة في مصر، وهو العمود الفقري لجمهورية مصر العربية. لازم يا شباب نهتم بنهر النيل، تمام، لانه هو مصدر الحياة وهو العمود الفقري في لاستمرار الحياة في مصر، والملايين مننا طبعا بيعتمد على الزراعة والشرب والصيد. طبعا النهر طبعا يواجه النهر تحديات كبيرة تهدد استدامته، لأن في مصانع كترت فبتعمل تلوث صناعي، وفي بعض هذه المخلفات بتبتدي تصرف في نهر النيل.
طبعا في استغلال مفرط للمية وتغيرات المناخ، كل ده بيأثر على مياه نهر النيل، فلازم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذا الشريان الحيوي من التلوث واستدامة الحياة للأجيال اللي بعدينا القادمة. مهم جدا نعمل دوت. تمام يا شباب، كده احنا خلصنا الجزء دوت، وان شاء الله يكون ليكوا اكتر استفادة. بس مطلوب مننا يا شباب نعمل لايك وشير عشان نقدر نستمر مع بعض، وليكوا اعلى الدرجات ان شاء الله واعلى الاستفادة من القناة.